راديو نيلة. ولسه معاكم في سري بشكل نسبي، معاكم مها بهنسي. ونفسي وعي الضحية سبب الكافية ولا ايه نظام؟ لسه معايا طبعا لايف كوتش مايا نوايا، وعايزين نقف عند وعي الضحية ده شوية. سبب كافية جامدة جدا. صح جدا. ليه بنحس انه يعني، ودي برضو صححيلي المعلومة دي، ليه بنحس ان الشعوب العربية تحديدا او الشعوب اللي بتتوصف بانها شعوب عاطفية وعي الضحية منتشر فيها؟ ده كوعي جمعي بقى. لا هي مش، لا اصلا مش فكرة بس الشعوب عربية، يعني موجود في اجانب وموجود في يعني هو موجود في البشر بشكل عام. هي درجة وعي، يعني درجة وعي عند كل الناس بغض النظر عن المنطقة او العرق او اوكي. هي طريقة تفاعلنا مع الاحداث، يعني اسباب خلق هذا الوعي جوانا الطريقه اللي احنا بنتفاعل فيها مع الاحداث. بالظبط. طب نعرف منين ان احنا بنتفاعل بطريقه هتادي بينا لوعي الضحيه؟ السؤال هي جت منين؟ جت من الاول. جت منين؟ هي ممكن تكون مشكله من الطفوله، دلع زايد او ظلم زايد، او حد بيعرض للعنف الاسري مثلا، او حد يلام كتير من الاهل. هو شاف نفسه ضحية الأهل، أو أهله كانوا بيقارنوه بحد أحسن منه مثلا. وارد. ما هو ممكن أنا أهلي يقارنوني بحد أحسن مني من وجهة نظرهم. أنا أخدها كتحدي وأنا طفلة، طفل تاني ياخدها أنه هو ضحية أهله. أوكي. هنا إحنا تعاملنا إزاي مع الحدث؟ عشان كده دايما بقول نتحمل مسؤولية الأحداث. إن ممكن يبقى الإنكم اللي جاي لك من الأهل أو من المجتمع أو من أي حتة واحد، بس كل واحد فينا يتفاعل معه بشكل مختلف. اللي تفاعل مع الأحداث كضحية هيجذب لحياته إيه؟ جلاد اللي هي بتاخدنا تاني للعلاقة السامة. فلازم هنا أضبط الأول، أصل أنا لو مش في وعي ضحية وجذبت لحياتي علاقة سامة، من أول لحظة أنا همشي، مش هكمل في علاقة زي دي. في ثانية هكون برا، مش هتلحق الحقيقة تدخل حياتي اصلا خالص. لكن ما دام انا قعدت بقى و I can fix him وانا اصل هو بابا ومامته، انت مالك اللي هو دور المنقذ، انا داخل بالظبط انا هنقذه، وانا ليه البحث عن اهمية زائفة في نفس الوقت ان انت ممكن تمارسي دور المنقذ ده على نفسك. اسألي نفسك أنا ليه جذبت ده لحياتي، ادخلي جواكي صلحي ما بنفسك. مش محتاجة بقى أن يبقى فيه شد وجذب ونيد تو توك وقعد نتكلم لا انت تغيري. الموضوع ابسط من كده أصل. يعني حرفين الدنيا أنا سمعت تفاهمها اللي هو أنا بحب الحياة تبقى في البساطة، تحرقوا بنزين قوي يا جماعة. يعني في ناس تقولك لا، يعني بيبقى عندها يعني الأرج إن لا هتصل بيه وأقعد أبعت له رسايل وأكلمه وأفهمه وأنت فين دلوقتي وإزاي تتعامل معايا كده وأنت فاكرني إيه. طب ما أنا ليه بقى أقعد أعمل كل ده؟ ما مش اللي هو الهجر الجميل. باي باي. مع السلامة، باي باي. معلش يعني ما نمشي يا جماعة. في علاقة سيئة اسألي نفسك أنا ليه جذبت علاقة زي دي لحياتي، صلحي ده، هي العلاقة دي هتختفي لوحدها، أو انت امشي. يعني خدي أكشن حقيقي اتجاه نفسك وامشي، وما تاخديش دور المنقذ إلا في حياتك الشخصية، إلا مع نفسك مش مع آخر. لأن هو حقيقي بقى يا جماعة، محدش بيتغير إلا لو هو عايز يتغير.